أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. منذ قليل نشب حريق في شارع البالة بسوق المفرق في محافظة ديالى بعقوبة. تفاجأ أصحاب محال البالة في سوق المفرق باحتراق محالهم المخصصة لبيع ملابس البالة في الليلة الماضية. أكثر من 18 محلا تم إحراقهم. حتى الآن لم يتم الإعلان عن سبب الحريق. ربنا يعوضهم خير. يجون والله العظيم أكلين لا والعرق كله راح بنقال نفس الأمة حتى في اليوم.